بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات من يساعد على نشره. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصيدلية النبوية. تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن نوع من أنواع الطب النبوي، وهو السنة والسنوت. عن أبي أبي بن محرام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. عليكم بالسنة. السنة كما ذكرنا أن السنة هو السنة المكي أو الحجازي أو المصري، واستنبطنا هذا الكلام أو استنتجنا هذا الكلام من في حديث وضعه في الشيخ الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام سأل السيدة أسماء بنت عميس: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جر. تستمشين أي تأخذ شيء يحدث إسهال. قالت: بالشبرم. قال: حار جار. فبعد ذلك استمشت، يعني أخذت شيء يحدث الإسهال. فقالت فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يعني استمشيت بالسنة. فقال: لو أن شيء ينفع، أو لو كان شيء ينفع من الموت لنفع السنة. فاستنبطنا ان المقصود بالسنة هنا هو السنة المكي او المصري او الحجازي، هو نبات، يعني نبات يحدث الاسهال. وفي حديث اخر صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ثلاث فيهن شفاء من كل داء الا السام، السنة والسنوت. قال محمد اللي هو التابعي الراوي الحديث عن الصحابي: ونسيت الثالثة. السنة والسنوت. قال محمد اللي هو التابع راوي الحديث عن الصحابي: ونسيت الثالثة. قالوا يا رسول الله الصحابة، قالوا يا رسول الله: هذا السنة قد عرفناه، فما السنوت؟ قال: لو شاء الله لعرفكموه. رواه النسائي في السنة الكبرى. فالشاهد ان الصحابة كانوا يعرفون السنة. فالسنة هو السنة المكي، السنة المكي أو المصري أو الحجاز. هذا السنة نبات يحدث الإسهال. هو ليس يحدث الإسهال فقط، بل هو يفيد في أشياء أخرى. وتجد من يخلط في الطب النبوي يقول لك السنة من الأشياء الخطيرة جدا وتسبب مشكلة، وهذا الكلام خطأ ولا يؤخذ به أصلا، لأن يوجد بحث منشور في مجلة طبية، وذكرت البحث في الحلقة السابقة يعني، وهذا البحث موجود في كتابي صحيح الطب النبوي العلاجي من منظور معاصر، موجود في كتاب الطب النبوي من منظور الطب النبوي من منظور معاصر. وذكرت فيه البحث ان اعطوا السنه مع ماده يعني، او عرضوه لماده مشعه تتبع مسار الدواء، فوجدوا ان السنه يصل الى خلايا الغده الدرقيه، وجدوا ان السنه يصل الى خلايا الرئتين، وجدوا السنه يصل الى خلايا البنكرياس، وجدوا السنه يصل الى خلايا الكبد، وجدوا السنه يصل الى خلايا الدم. يعني السنه لا يحدث الاسهال فقط، بل السنه يفيد في اشياء اخرى غير انه يحدث الاسهال. واعطوا السنه للفئران يعني حيوانات التجارب بنسب بتركيزات عاليه جدا، لم يجدوا للسنه اي تاثير ضار على الكبد. وهذا رد على من يدعي ويقول لك السنه خطير والسنه لي اثار ضاره يعني. طبعا اي شيء اذا لم يؤخذ بالجرعه المقننه قد تكون لها اثار جانبيه يعني. فالسنه المقصود يعني من كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو السنه، هو السنه المكي. والسنوت هو الشمر. وهذا الراجح يعني، هذا القول الراجح، لان تجد البعض من يخلط في الطب النبوي يقول لك السنوت ليس هو الشمر، ويقول لك هو الشبت، او يقول لك هو الكمون. وابن الاعرابي عندما فسر يعني السنوت قال: هو نبات يشبه الكمون وليس الكمون. فالسنوت وهذا الراجح هو الشمر وليس الكمون. وسبحان الله، وهذا قول اصلا رواه فسر او رواه الاربعه يعني عن الصغاني، قالوا ان السنوت
هو الشمر، وقال هذا هو الشمر بلغة مصر نقل الأربعة الصاغاني، إن هو الشمر هو السنوت، وهذا راجح عندي إن الشمر هو السنوت. ماذا فوائد، يعني ما هي فوائد السنوت؟ طب قبل أن نذكر فوائد السنوت من واقع الأبحاث، نذكر طريقة أخذ السنة. طريقة أخذ السنة 5 ملاعق صغيرة تنقع في كأسين ماء من الليل إلى الصباح، ثم بعد ذلك تغلى، يعني 5 ملاعق صغيرة من السنة تنقع في كأسين من الماء، ثم إلى من الليل إلى الصباح، ثم في الصباح تغلى وتشرب قبل الإفطار بساعتين، فضل لا يحدث يعني ينظف القولون، وله فوائد غير تنظيف القولون، يعني له فوائد أخرى كما ذكرناها. يعني نذكر فوائد السنوت من واقع الأبحاث، يعني فوائد السنوت من واقع الأبحاث وليس كلام مرسل كما يقول البعض يتكلم في الطب النبوي، يتكلم كلام مرسل، لأن كما ذكرنا أن الطب النبوي شقين، أولا شق شرعي نتكلم في الأحاديث الصحيحة في الطب النبوي، ثانيا شق طبي بحثي، لا نتكلم كلام مرسل بل نتكلم كلام من واقع الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية. فمهم جدا أولا شق الشرعي، نذكر الأحاديث الصحيحة، ثم الدلالة العلاجية الصحيحة. نعم، ما هي فوائد السنوت الشمر من واقع الأبحاث؟ في عام 1991 فحص العالم شا ومساعدوه المستخلص الإيثينولي لثمرة السنوت لاختبار حدوث تسمم، يعني شافوا مدى السمية بالنسبة للسنوت على لمدة 90 يوم، لم يجدوا للسنوت اللي هو الشمر أي تأثير سام. من ضمن الأبحاث المنشورة أيضا الموجودة في المجلات الطبية العالمية عن السنوت اللي هو الشمر، يحمي السنوت الكبد ضد التسمم برابع كلوريد الكربون في الفئران، وبهذا البحث أجروه على الفئران وجدوا أن الشمر يقي من التسمم بالكربون رباع الكلوريد، هذه المادة تدمر الكبد، وجدوا أن أعطوا الفئران الشمر مع الكربون رباع الكلوريد لم يجدوا أي تأثير، أو تأثير الرابع كلوريد الكربون على الكبد تأثيره ضعيف جدا. من ضمن فوائد السنوت من واقع الأبحاث المنشورة، ومن أراد أن يرجع لهذه الفوائد يرجع لكتابي صحيح الطب النبوي العلاجي من منظور معاصر، أو يرجع لكتاب الطب النبوي من منظور معاصر. من ضمن فوائد الشمر مضاد للميكروبات، مضاد لفيروس الهربس البسيط النوع الأول، مضاد للالتهاب، حافظ للكبد، مخفض للسكري، مقلل للدهون الثلاثية منخفضة الكثافة، مقوي لوظائف المخ، منشط للذاكرة، خافض للحرارة، مضاد للتقلصات، مخفف للقلق، مخفف للتوتر. كل ما أذكر هو من هذه الفوائد، هذه أبحاث منشورة في مجلات طبية عالمية، ومن أراد أن يرجع وأؤكد هذا الكلام، لأن تجد من يحارب ويهاجم الطب النبوي ويهاجم الإسلام يقول لك الكلمة المشهورة عندهم أثبت علميا، أنا أقول لك أثبت علميا، وهذا الإثبات العلمي موجود في أبحاث منشورة في مجلات طبية عالمية. من ضمن فوائد الشمر من واقع الأبحاث يمنع تكوين الجلطات، من ضمن فوائد الشمر له تأثير واقي ضد النشوء السرطاني، مضاد للأورام يقي من السرطان، ومضاد ويعالج السرطان، مضاد للشيخوخة، يحمي المستخلص المائي للسنوت من تكون قرحات بالجهاز الهضمي سببها الإيثينول وخصوصا بالمعدة، يعني يقي من حدوث قرحة في المعدة، موسع للشعب الهوائية، مضاد للأكسدة، له تأثير مضر للبول، يقلل ارتفاع ضغط العين اللي هو المياه الزرقاء للجلوكوما، له تأثير مضاد لالتهاب القولون، طارد للبلغم، مضر للبن الرضاعة. وليس يقتصر دور السنوت اللي هو الشمر على التطبيقات العلاجية، بل أن له الكثير من النشاطات البيئية، تشمل دوره في قطف طفيليات النيماتودا والحشرات والبعوض والقراض ورقات الملاريا. وعليه فإن السنوت اللي هو الشمر يعني مستخلصات السنوت قاتلة للديدان والحشرات، واقية ضدها، وقاتلة لليرقات. وهذا كما ذكرنا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، كما ذكرنا أنه هو معجزة نبوية وحقيقة علمية، معجزة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معجز أنه النبي أمي، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك، ويتكلم في أمور دقيقة جدا في الطب، هذا إعجاز، وتبحث عنها تجدها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها حقيقة علمية،
بعكس الطب التقليدي، ولا لا أهاجم الطب التقليدي، ولكن يعني نبين الفرق. الطب التقليدي ظن تجريبي، ظن المركب هذا مع المركب هذا يعالج مرض هذا، جاء ابتدى يجربه في المختبر، بعد ذلك يجربه على حيوانات التجارب، بعد ذلك يجربه على الإنسان، بعد ذلك يفعله دواء وينزله في الأسواق، بعد ذلك يكتشف الآثار الجانبية بعد أكثر من سنة ويقول لك هذا الدواء ممنوع، هذا الدواء محرم، هذا الدواء يعني مجرم، الشاهد يعني يمنع هذا الدواء. بالنسبة للسنوت يعني أو بالنسبة للطب النبوي هو معجزة نبوية وحقيقة علمية. من ضمن الأشياء الأخرى اللي تكلمت عليها في الحلقة السابقة هي عجوى المدينة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قبل أن نتكلم في عجوى المدينة، طريقة أخذ السنوت اللي هو الشمر، ملعقة تمضغ ملعقة صغيرة بعد كل نهاية كل وجبة، بعد الفطار والغداء والعشاء، أو بعد نهاية كل وجبة تمضغ ملعقة صغيرة بعد بالأكل مباشرة، أو ملعقة صغيرة على كاس ماء مغلي وتحلى بالعسل وتشرب بعد الأكل مباشرة، يعني يصب على ماء مغلي لأن فيها زيوت طيارة يعني، وتغطى تصب على ماء مغلي وتحلى بالعسل وتغطى وتشرب بعد الأكل مباشرة. ده هذه طريقة عمل السنوت اللي هو الشمر. نتكلم إن شاء الله عن عجوى المدينة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. حديث متفق عليه واللفظ للبخاري. من تصبح كل يوم أي كل يوم في الصباح على الريق 7 تمرات عجوة. عجوة هي صنف من التمر، صنف من التمر، وليس كما يعتقد البعض أن عجوة يأتي بالتمر وينزع النوى ويخلط بعضه على بعض ويقول لك هذه عجوة، كما يعتقد الناس في مصر هنا وغيرها يعني من البلدان. يعني العجوة هي صنف من التمر اسمه عجوة أو تمر عجوة المدينة. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، بمعنى يعني تجد الفهم الخاطئ، إنسان يأتي بكأس من السم ويشربه ويقول لك أخذ 7 تمرات عجوة لا تضرني، هذا كلام خطأ أو هذا فهم خطأ. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو المعنى الصحيح أو الفهم الصحيح لكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن السموم التي تحيط بنا من كيماويات، الأكفي كيماويات ومبيدات والهرمونات والجو الملوث، ويعني من هذا الذي يأخذ 7 تمرات عجوة في اليوم لا يضر في ذلك اليوم هذه السموم التي تحيط بنا وغيرها من السموم. يعني في حديث آخر يخصص عجوة، يخصص العجوة يعني إن في عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. روى مسلم: إن في عجوة العالية، العالية هذه المنطقة هي جنوب المسجد النبوي، العوالي وقباء. عجوة العالية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شفاء، شفاء أو أول بكرة يعني على الريق، أو إنها ترياق. ترياق بمعنى دواء، النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالدواء الترياق اللي يؤخذ إيه للسموم، لأن فالعجوة تكون واقية. وفعلا الأبحاث المنشورة وذكرناها في الحلقة السابقة، ولا أريد أطيل النفس لأن ليس هذا موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا تداوى بألبان وأبوال الإبل، ولكن يعني من باب أني ذكرتها في الحلقة السابقة فأذكركم بها يعني. فوجدنا الأبحاث المنشورة فعلا تثبت أو تبين وتظهر، وليس تثبت، تبين وتظهر يعني الإعجاز العلمي في كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وتجد من سوى بلبلة للأسف الشديد في الأيام أو في الفترة الماضية وقال لك إن عجوى المدينة لو ليس هي الموجودة الآن وليس لونها أسود، وهذا كلام خطأ ولا يؤخذ به أصلا، وهذا مثله مثل ما قال يعني يأتي على المسجد النبوي يقول لك هذا ليس المسجد النبوي، وهذا مثله مثل ما الذي يأتي على الروضة الشريفة يقول لك هذه ليست الروضة الشريفة، وهذا مثله مثل من يأتي على جبل أحد ويقول لك هذا ليس جبل أحد. فعجوى المدينة لونها أسود، وهذا هذا الأمر تواتر ما بين أهل المدينة وما بين المزارعين الذين هم أهل الذكر في هذا الأمر، وهم أجمعوا وأقروا، وهذا الأمر تواتر وتوارث إن عجوى المدينة لونها أسود. ها مثل هذا الكتاب، هذا كتاب من تأليف اسمه عجوى المدينة مع المهندس منصور الله يحفظه، عجوى المدينة، الكتاب اسمه عجوى المدينة معجزة نبوية وحقيقة علمية. هذه لونها أسود عجوى المدينة، وليس كما يقول البعض إنها هي ليست العجوى الموجودة الآن وهي الآن نادرة أو غير موجودة ولونها أصفر. عجوى المدينة لونها أسود، وهذا الأمر اتفق أهل العلم على أنها سوداء. قال ابن الأثير: العجوى نوع من الطم المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد. وقال الملا علي قاري: العجوى نوع جيد من تمر المدينة لونه أسود. وقال المنوي: العجوى تمر يضرب إلى سواد. فالعجوى
تواتر هذا الأمر على أهل العلم قديما أن العجوز لونها أسود، وحديثا الآن من هم أهل الذكر في هذه المسألة هم المزارعين وأهل المدينة أقروا أن عجوز المدينة لونها أسود، ومن يقول غير ذلك هو قول شاذ ولا يؤخذ به. نعم، من ضمن إن شاء الله نتكلم على الشيء الآخر الذي ذكرناه في الحلقة السابقة وهو ماء زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. من يأتي الآن ويتكلم يقول لك ماء زمزم، في باحث سعودي أثبت أن ماء زمزم ملوث. هذا أصلا يقول لك، شوف الشبهة، يقول لك ماء زمزم، باحث سعودي يعني من السعودية، وأثبت أن ماء زمزم ماء ملوث. هذا كلام خطأ، وهذا كلام أصلا لا يؤخذ به. في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2011 أجروا بحث، حللوا ماء زمزم، فوجدوا أن ماء زمزم لا يحتوي على أي عنصر ضار حتى الزرنيخ، وهذا بحث منشور. وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن هم أهل تخصص في هذه المسألة، لأن بحثوا في العناصر يعني بالنسبة للعناصر يعني، فلم يجدوا أي عنصر ضار حتى الزرنيخ. وهات لي حالة واحدة حدثت في المملكة العربية السعودية الله يحفظها، حالة تسمم من ماء زمزم. نريد حالة أثبتت أو قيدت في المملكة العربية السعودية بلدنا الثانية الله يحفظها، أثبتوا فيها إن حصل لأي معتمر أو حاج حالة تسمم من ماء زمزم. وهم منصفين يعني المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويحفظ الحكومة الراشدة، إن فعلا منصفين في هذا الأمر. لو في حالة لا قدر الله ذلك يعني حدثت حالة تسمم من ماء زمزم لكانوا أثبتوا ذلك وأعلنوا ذلك، ولكن لا يوجد حالة من ملايين الحجاج والمعتمرين حدثت يعني حالة تسمم حدثت من ماء زمزم. فماء زمزم ليس ملوث، ماء زمزم ماء صحي، وماء يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. والرئاسة العامة لشؤون الحرمين حريصة كل الحرص على سلامة وصحة المعتمرين والحجاج، وحريصين جدا على يعني الحفاظ على ماء زمزم وتقديم ماء زمزم وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين على أكمل وجه. الله يحفظهم ويحفظ المملكة العربية السعودية بلدنا الثانية. فالأبحاث المنشورة في باحث اسمه نور الزهير من جامعة الملك سعود بحث ماء زمزم مقارن بين ماء زمزم وماء بئر يعني بئر في الرياض، فوجد ان الفلور في ماء زمزم، الفلور في ماء زمزم مرتفع قارن بينه وبين ماء بئر، وجد ان الفلور في ماء زمزم مرتفع وده يقي من تسوس الأسنان. وجد ان الكالسيوم في ماء زمزم مرتفع، وجد المعادن الاتيه في ماء زمزم مرتفع، وجد الكالسيوم والبوتاسيوم والصغنوم والمغنيسيوم، وجد الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبيركربونات والكبريتات والفلور والكلور، المعادن هذه مرتفعه في ماء زمزم عن مقارنه بماء البير اللي هو ايه عمل مقارنه بينه يعني وبين ماء زمزم. وجد ان البي اتش في اي ماء في الماء العادي 7.2، اما في ماء زمزم البي اتش بيبدا من 7.9 الى 8، يعني القلويه في ماء زمزم مرتفعه. هذا فعلا كما ذكرنا معجزه نبويه وحقيقه علميه، معجزه نبويه كما النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب ولا معلم من الطب قبل ذلك، ويقول لك كلام معجز في الطب، وتبحث عنه تجده حقيقه علميه مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا كان قال فقد صدق. ونحن مسلمين إذا كان قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد صدق يعني، ولكن نريد ندعو الغير أو ندعو غير المسلمين إلى الإسلام عن طريق الطب النبوي يعني، ونريد نرد على من يلقي بالشبهات على الطب النبوي ويلقي بالشبهات على الإسلام، نرد عليه بالرد العلمي من واقع الأبحاث وليس كلام مرسل. ندخل إن شاء الله في موضوع حلقتنا اليوم اللي هو التداوي بألبان، التداوي بألبان وأبوال الإبل. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: ألا تخرجون ما راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها. دي الرواية اللي في مسلم، في رواية في البخاري: فتصيبون من ألبانها وأبوالها. قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا.
الحديث متفق عليه واللفظ المسلم، ان قوم يعني نفر من عقل ثمانية، عقل قبيلة من تين الرباب من عدنان، هكذا قالوا ايه ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، قدم على ان نفرا من عقل ثمانية قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فبايعوه على الاسلام، فاستوخموا الارض. استوخموا الارض بمعنى اي لم توافقهم وكرهوها لسقم اصابهم، يعني حدث لهم، هم كانوا من خارج المدينة، عندما دخلوا المدينة اصيبوا بسقم، لان المدينة كانت فيها اوبئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ان الاوبئة دي تخرج، فخرجت الى ايه؟ الى الجحفة. فالشاهد عندما دخلوا المدينة اصابوا بهذا الوباء. طبعا تفسير، في بعض الروايات تفسر الوباء او المرض اللي سقمت اجسامهم فاستوخموا الارض وسقمت اجسامهم، في رواية تفسر ان فاجتووا، الرواية دي هذه في مسلم، فاجتووا، لا الرواية هذه في النسائي وتفرد بها النسائي وصححها الشيخ الألباني، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، يعني دلالة على أن أصابهم مرض الاستسقاء، أصابهم مرض الاستسقاء. فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا تخرجون ما رعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها، فخرجوا فشربوا فصحوا. العجيب سبحان الله، كما ذكرنا هي معجزة نبوية وحقيقة علمية، تبحث عنها تجد مثل ما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في الباحث الحيدر، الباحث الدكتور الحيدر من جامعة الملك من جامعة الملك سعود في عام 2012 أجرى بحث، أخذ عينات من بول الإبل ورسلوا بره دولة أوروبية وحللوا بول الإبل، فوجدوا إن طبعا بالأجهزة الحديثة جدا يعني، فوجدوا بول الإبل يحتوي على 1274 بروتين، ونتيجة مرض الاستسقاء قد يكون نتيجة نقص الألبوم في الكبد، نقص إنتاج الألبوم في الكبد، فبالتالي بيخزن سوائل في الجسد في الجسم، فبالتالي بيعمل انتفاخ في البطن، انتفاخ فين؟ في الساقين يعني. فطبعا نقص إنتاج الألبومين، بول الإبل يحتوي على 1274 بروتين، فبالتالي هي مرحلة هدم ومرحلة بناء، مرحلة هدم نتيجة نقص الألبومين، فبالتالي يحصل هدم، يحصل يبتدي السوائل تتخزن في الجسد ويبتدي المعدة البطن تنتفخ والساقين تنتفخ، الساقين تنتفخ. فبول الإبل يحتوي على 1274 بروتين، فبالتالي هيعوض النقص، ايه النقص هذا، فبالتالي هيعالج الاستسقاء. وكذلك لبن الإبل يحتوي على ألبومين طبيعي. في قد يكون الاستسقاء سببه ان في نقص في البوتاسيوم، فبالتالي يحدث شلل في الامعاء. في الباحث الدكتور منير مصطفى البشان من جامعه الطائف من كليه العلوم اجرى بحث على حل بول الابل، فوجد فيه ان بول الابل يحتوي على نسبه كبيره من البوتاسيوم، فبالتالي هيعوض نقص البوتاسيوم في الجسم، فبالتالي هيعوض النقص هذا، فبالتالي هيعالج الاستسقاء. كما ذكرنا معجزة نبوية وحقيقة، عندما تبحث تجد كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. من ضمن يعني في باحث اسمه أوهاجي، الباحث أوهاجي هذا في من عمل رسالة ماجستير، رسالة الماجستير دي ذكر فيها أو كانت ذكر فيها بأن شرب الباحث أوهاجي ذكر ان كانت هذه رسالة ماجستير اوضح بان بول الابل يشفي من امراض الجهاز الهضمي، وقد تحسن 25 مريض من الاستسقاء، واثنين منهم شفوا من الام الكبد وتحسنت وظيفة الكبد الى معدلها الطبيعي، كما تحسن الشكل النسيجي للكبد. كما اورد ايضا في دراسة علمية كشف عنها عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السودانية احمد عبد الله احمداني، بان بول الابل علاج لامراض الاستسقاء واورام الكبد، وان 25 مريضا بعد 15 يوم انخفضت بطونهم جميعا وعادت لوضعها الطبيعي، و15 مريضا منهم استمروا في العلاج لمده شهرين اخرين، وبعد نهايه الفتره اثبت التشخيص شفائهم جميعا من تليف الكبد. هذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، كما ذكرنا معجز نبويه وحقيقه علميه. نذكر شيء اخر من الاعجاز، في رواية في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بلقاح، اللقاح هي النوق ذوات الالبان، لان اللبن يكون في النوق وليس يكون في الذكور، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بلقاح اي النوق ذوات الالبان. اثبتوا من خلال اكثر من بحث، اثبتوا فيه ان بول الابل، يعني اكثر من بحث اثبتوا فيه ان بول انثى الابل افضل من بول الذكور.
وليس الذكر كالأنثى. سبحان الله. وهذا يبين يعني في بحث الدكتورة سلوى خوجالي أثبتت فيه إن النتائج يعني نتائج البحث أثبت. طبعا من أراد أن يرجع لأصل البحث يرجع إلى كتاب صحة الطب النبوي والعلاج المنظوم معاصر، يجد فيه هذا طرف البحث يعني موجود. النتائج أثبتت إن بول الإبل، بول إناث الإبل يحتوي على كمية ممتازة من المواد الفعالة بيولوجيا التي هي ذات قيمة عالية في إنتاج الأدوية، أي يعمل أكثر من نوع من الدواء بول. يبقى أثبتوا في هذا البحث إن بول أنثى الإبل أفضل من بول الذكور. في بحث آخر أثبتوا فيه إن بول أنثى الإبل يعني أفضل يعني خاص بالنسبة للسرطان، وأنا كنت ذكرت الكلام ده في قناة الرحمة مع الدكتور محمد خالد الله يحفظه، كنت ذكرت إن أجروا البحث على سلالتين وكنت ذكرتهم خطأ، وكان الشيخ مرزوق الفهادي الله يحفظه كان محافظ ينبع ومن محافظ الحنكية من المدينة النبوية عليها وعلى ساكنة أفضل الصلاة والسلام، كان صحح لي هذه المعلومة، وكنت ذكرت السلالتين خطأ يعني، لكن هو صحح لي المعلومة اللي هي سلالة اسمها مغاتير وسلالة اسمها المجاهيم. ويجزاه الله خير الشيخ مرزوق الفهادي على ما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة للطب النبوي يعني، والله يجعل ذلك العمل في ميزان حسناته، لأن ذهبنا عنده مزرعة وأخذنا عينة من البول الإبل وأجرنا عليها تحاليل يعني. الشاهد من الكلام إن هذا البحث أجروه على سلالتين من الإبل، وجدوا فيه إن بول الإناث أقوى في منع تكاثر الخلايا السرطانية من الذكور، وهذا إعجاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أمرهم بإيه؟ بلقاح أينوق ذوات الألبان. وهذه الدراسة تؤكد دراسات سابقة أن بول الإبل يمكنه منع الخلايا السرطانية، وهذا البحث أثبته أن بول الإبل يعالج أو يقتل الخلايا السرطانية. يبقى بول الإبل يعالج السرطان وبول الإبل يقي من السرطان. من ضمن الأبحاث المنشورة عن بول الإبل أن بول الإبل يقي أو يقي بالتسمم من التسمم بالكربون رباعي الكلوريد، وأثبتوا هذا بحث منشور أيضا في مجلة علمية إن بول الإبل ينشط خلايا اللي هي المفروض المسؤولة يعني خلايا في المنكرس المسؤولة عن إفراز الأنسولين على إنها إيه تفرز الأنسولين، وبول الإبل يخفض نسبة الهيموجلوبين السكري. هذه أبحاث منشورة. من ضمن فوائد بول الإبل أيضا إن بول الإبل ذكر الباحث اليوسف في عام 2012 إن بول الإبل يقوي المناعة عبر تحفيز انتاج الانترفيرون جاما ومنع نشاط الخلايا التائيه المساعده النوع الثاني وتقليل انتاج مثبطات المناعه مثل الانترلوكين 4 والانترلوكين 6 والانترلوكين 10. يعني بول الابل يقوي جهاز المناعه. هذا بحث منشور يعني في مجله ايه طبيه. من ضمن الفوائد الاخرى لبول الابل ان بول الابل هنا اثبتوا يعني اجروا على اكثر من نوع من انواع الابل يعني على الابل العذراء والابل التي لا ترضع والابل الحوامل، فوجدوا ان الابل التي ترضع والابل الحوامل افضل من الابل العذراء، وهذا رد على من يقول لك الابل البكر. هذا كلام اصلا، هذا رد، هذا البحث يرد عليه من يخلط في الطب النبوي ويقول لك الابل البكر افضل. لا، الابل التي ترضع والابل الحوامل افضل من الابل البكر. هذا اثبت ان بول الابل التي ترضع وبول الابل الحوامل افضل من بول الابل العذراء. طبعا الموضوع طويل، وان شاء الله باذن الله نتكلم في الحلقه القادمه باذن الله نكمل الكلام عن ابوال الابل، وان شاء الله باذن الله نتكلم عن البان الابل. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.